يا هلا من جديد والى تكنولوجيا وتواصل في ساعه شباب، نعرف ايش عندنا اليوم. واكيد مع ضيفنا اليوم الملم بالكثير من التفاصيل المتعلقه بالتصوير والاخراج، وايضا يملك الكثير من الشغف في جانب العمل السينمائي. اسمحوا لي ارحب بضيفنا الموجود معنا اليوم في الاستوديو والمنصري. هلا فيك معنا في ساعه شباب. حياكم الله. كيف امورك ان شاء الله؟ طيب اللهم لك الحمد. احب اول شيء امسي على المشاهدين ومسي عليكم. الله يعطيك العافيه ويسعدك. طيب بدايه، يعني عندك كثير من المجالات اللي داخل فيها، وائل نبغى نعرف متى بدات علاقتك بالجانب الاعلامي اول شيء، سواء في التصوير او في الصحافه او حتى في بعض الافلام القصيره اللي قدمتها للناس. طيب بسم الله. اول شيء بالنسبه للجانب الاعلامي من ناحيه التصوير، ابتديت التصوير من ايام كنت في الجامعه تقريبا على 2012 او 2011. هذا كان في بدايه التصوير، كنت عملت كمصور صحفي سابق مع احد الصحف اليمنيه. حلو. طبعا دراستي كانت في اليمن، ثم انتقلت الى الافلام القصيره لما قدام يمكن سنه او سنتين. كان اول فيلم اخرجته انا، وكان من فكرتي انا واحده الزملاء، انعرض في ام بي سي مع الاستاذ احمد الشقهري. جميل. طيب كمان وائل تملك قدرات جدا جميله في التصوير وايضا في الاخراج، ودائما بيقولوا بنسمع كثير انه صاحب بالين كذاب. ما فكرت انك تركز على واحد اكثر من الثاني او تركز في واحد تترك الثاني؟ لا، شوفي بالنسبه انك كاخراج او تصوير، انا ما اعتقد انه يقدر الواحد انه اذا كان كمخرج انه يقدر يركز على التصوير كمان. لازم يكون مركز على الاثنين، لانه احيانا كمخرج لازم انه يدرج وينزل بيصور بنفسه، بياخذ الكاميرا عشان ياخذ الشوت معين او ياخذ فكره معينه في التصوير عشان ممكن يجيبها بايش بزاويه احسن. فهذا كان افضل، يعني انه اركز على الاثنين اكثر شيء. جميل. ريوايند جروب للانتاج الاعلامي، فريق اسسته، ايش قدمت من خلال هذا الفريق؟ والله قدمت الكثير من الاعمال، من اهمها ممكن نقدر نقول عملي مع نجم برنامج عرب التالنت وليد الهاشمي اللي هو رجل النار، حاليا على صدد اعداد شيء ضخم احنا وياه ان شاء الله باذن الله، ونقدر نقول في تغطيه اشياء كثيره يعني. طيب وبالنسبه للشغف اللي بتملكه في المجال السينمائي، كيف بتشوف الفرصه الان خصوصا مع وجود السوشيال ميديا وجود الكثير من المبدعين في مجال التمثيل؟ بنشوف فنانين كثير في الشباب والبنات. فكيف بتشوف الفرصه الان في هذا المجال؟ نقدر نقول انه الساحه تتسع للجميع، ما هي مضيقه على احد معين او انها لجهه معينه. صحيح. مؤخرا صارت للكل. صحيح. صارت الساحه للكل، يعني صار اي واحد بيقدر، حتى ممكن بكاميرا الجوال. صحيح. ممكن بيطلع محتوى اعلامي جيد. انا هدفي في ريوان جروب زي ما قلت، ممكن او ما قلت النقطه دي، هدفنا انه نقدم اعلام هادف، اعلام جيد. يعني مو ضروري بالشرط. وانا انتظرك تقول لي ايش نوع الاعلام اللي بتقدمه في ريوان جروب. صحيح. كاعلامي حاليا، كاعلام في ريوان جروب حاليا انا بصدد برضه اعداد برنامج، بس ما حصرح باي شيء لسه حاليا، بس في صدد اعداد برنامج وان شاء الله في الايام الجايه حيكون على الساحه باذن الله. جميل. تعتقد في وجهه نظرك الشخصيه وائل، صناعه السينما في الوقت الحالي تحتاج لدعم كبير، ولا الجانب الفني ممكن يطغى على هذه المساله ويخلي العمل ينتشر، ولا هي مساله ما بين الاثنين في وجهه نظرك، بحكم انك يعني عملت في كذا حاجه وكذا مجال في نفس المنظمه خلينا نقول؟ طيب اذا حنتكلم على الجانب الفني او على الجانب المالي، نقدر نقول اذا توفر معك الجانب المالي بشكل المادي، اي الماده اذا توفرت معك الراعي او الماده اللي بيدعمك بماتيريال كويس في التصوير في الاشياء دي، شيء اكيد بتقدم حاجه بروفيشنال. يعني مو معقول اللي بيصور، يعني فور اكزامبل، يعني ما مو معقول اذا بصور بكاميرا الجوال زي ما بصور مثلا بكاميرات احترافيه. بس دوبك قلت انه المحتوى هنا يضرب اكثر لو صورت بكاميرا الجوال. ممكن، بس انا بقول لك لما بيكون في دعم مادي كويس بتجيب نقدر نقول عده كويسه في التصوير. بتجيب كوادر افضل. اذا بالاضافه الى المحتوى الجيد، لو توفرت الاكوبمنت او المعدات العاليه الجوده حيكون افضل بكثير. شيء اكيد، وهذا برضه هذا شيء اكيد برضه بيعتمد على الراعي الاساسي لك. الراعي قصدك اللي بيقدم الدعم لك. اي اللي بيقدم الدعم لك هو الاساس اللي نقدر نقول اللي بيخليك تقدر تجيب اشياء افضل، بتنتج اشياء افضل. حلو. وكمان ذكرت انه لازم المحتوى يكون جدا هادف. بالضبط. فنبغى نعرف ايش اهم الافكار اللي ممكن تركزوا عليها في البرامج او في المجال السينمائي اللي بتقدموها كمجال سينمائي؟ يعني حاليا احنا سمعنا انه ان شاء الله باذن الله السينما حتفتتح عندنا هنا في السعوديه قريبا ان شاء الله. فانا يعني افضل انه بنطلع افضل شيء عندنا هنا متواجد.
سواء من افكار، سواء من اتجاهات للشباب، سواء نقدر نقول حتى من الكوادر الفنيه. لازم نقدم افضل شيء عندنا. كيف نقدر نضمن وجود افضل شيء عندنا زمري؟ يعني هو الكلام سهل وايل انا عارف، بس لما يجي التطبيق انه بنجيب افضل شيء عندنا، يعني هل تتكلم على بيئه كويسه؟ هل تتكلم على كوادر كمصورين او ممثلين او حتى مخرجين؟ ولا ايش الشيء الافضل وكيف حنضمن وجوده؟ انا برايي انه تروح الدرج حبه حبه. اوكي. اذا شفنا طلعنا للمستوى اللي ممكن نشوف انه افضل شيء، هذا ممكن مين يقيم افضل شيء قصدي؟ الجمهور طبعا. الجمهور يقيم، بس الجمهور ما هو واعي كفايه ليعرف ايش، يعني احنا نعرف معليش انا قاطعك في دي النقطه، الجمهور لا تستخف فيه نهائيا، الجمهور من طيب خليني اخلص نقطتي. انا ما استخفيت بالجمهور، بالعكس انا في جمهور كثير يتابعنا، بالعكس من اكثر الامور اللي دائما نحطها بعين الاعتبار هو راي الجمهور وفكر الجمهور، لكن انا اتكلم عن نقطه مختلفه. انا اتكلم احنا ما عندنا الصناعه، يعني انا ممكن اتفرج على فيلم امريكي اعرف اقيم بشكل مره كبير زي اي امريكي ثاني، ولكن لما اتكلم على صناعه خارج من بلدي هنا شويه حيصير في كونفيوز، يعني كونفيوزنج انه هل هذا صح هل هذا غلط. ف انتوا كصانعين افلام او كمقدمي لهذه الاعمال، فين المستوى اللي تبغوا توصلوا له، او فين المرحله اللي تبغوا يعني تقولوا اوكي هذه كبدايه عندنا وما كان عندنا سينما، هذه حتكون الضربه لنا؟ والله يعني نقدر اذا تقول اذا كبدايه او كمرحله ممكن اللي نقول فيها اللي هو هذا اللي نعرضه، يعتمد اكثر شيء على المحتوى نفسه. هو المحتوى، المحتوى نفسه. إذا المحتوى بيتكلم عن شيء رياليتي حاصل موجود عندنا على أرض الواقع، وهو الشيء اللي نبغاه يتحسن أو يصير أفضل، هذا هو اللي تعتقد لازم يكون في جرأة، يعني في لازم يكون في جرأة في الطرح. طب من الأعمال اللي سويتوها ومن الأعمال اللي قدمتوها، إيش الأفكار اللي طرحتوها؟ والله أنا يعني إذا جينا على الأعمال اللي قدمتها، زي ما قلت لكم من قبل اللي هو أول فيلم أخرجته أنا، تكلمت فيه كان على ظاهرة اللي هي غلاء المهور والتعنت الاباء والاسراف الزياده اللي حاصل. بس هذه المواضيع كلها مستهلكه قبل كده، طرحت على اليوتيوب سابقا؟ ممكن تكون طرحت على اليوتيوب، لكن لما تطرحها على التلفزيون وفكره افضل. طرحت على التلفزيون من خلال مسلسلات، انا اقصد ايش ايش يعني ايش الفارق اللي حيكون لو كان فيلم او مسلسل او كان منصه مختلفه عن التلفزيون زي اليوتيوب؟ في الاخير كلها نفس المنصات، هل في حاجه عنصر احنا عارفينه هو اللي حيضرب في نفس العمل؟ ممكن اذا جبت فعلا المصداقيه كامله. خاصه انه لو شفت الفيلم، يعني انا طرحت القضيه بحذافيرها، مع انه انا اعتقد بوجهه نظري انه بالعكس اوقات الاعلام والفن بشكل عام وهذه الامور اللي فيها تصوير يعني تشكيل لصوره معينه في التلفاز او على اي شاشه نتفرج عليها، لابد يكون فيها بعض المبالغه او بعض نقصان بعض المعلومات عشان توصل لصوره. حتى تمهيدا انت قلت كمان احنا نحتاج لبدايه صعود تمهيدا عشان لا نصدمهم كمان. اي بس كمبالغه انا افضل انه ما يكون في مبالغه في الطرح، بحيث انه تكون مره يعني زياده. لانه المبالغه في بعض النقاط ما راح يصدق بالضبط اللي قاعد يشوفه. ايوه لكن لما انت بتنزل وبتشوف في الساحه، بتشوف المواضيع اللي حاصله في الساحه فعلا موجوده عندك، وتكتبها وتحطها تعرضها للناس، من الناس اللي بتلامس المشاهد دائما، بتلامس المشاهد، والمشاهد بيحس بتكون اكثر تاثيرا باللقطات اللي قاعده تنعرض، لانه هو عايش في هذه الحاله او في هذه القضيه. وانا قاعد اقول هي يا تكون مبالغه يا تكون نقصان، مو هي على حسب كيف القضيه تناولها. الله يعينكم على المسؤوليه هذه، انا ما هي بسيطه ابدا، جدا كبيره. وائل منصري المخرج والمصور، شرفتنا اليوم في استديو ساعه شباب، اكيد لك التوفيق. شكرا لكم. شكرا لك، احنا وصلنا لنهايه حلقتنا فين تبغوني هنا؟ اوكي، معاكم ان شاء الله في ساعة شباب، اليوم بداية الأسبوع، لسه عندنا كمان أيام كامل. أي أسبوع كامل إن شاء الله راح نستمتع معاكم فيها بكثير من الفقرات، الأمور المتنوعة اللي نحتاج نعرفها في نمط حياتنا، ركزوا انتبهوا واحذروا، وأيضا وصلوا رسالتكم لكل من حولكم، مو كل الناس بيتفرجوا ساعة شباب. وأكيد في نهاية هذه الحلقة نتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا معنا، راح نشوفكم بكرة في نفس الوقت، وبكذا أقول لكم فأمان الله معاكم، أنا لمياء غالب. وأنا كنت معكم طلعت سندي، فأمان الله. السلام عليكم.